بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم. بالنسبة للخصوصية الكونية الموضوع هو واسع وأطرافه ممتدة في عدة ميادين، لكن ألخص بفضل الله تعالى الموضوع. الكونية هو universality، يعني هي صفة لأمر ما، كما قلوا ثقافة أو فلسفة أو سلوك أو أيديولوجيا، تجدها منها في كل مكان وفي كل زمان، فهي وقتها تتصل بالكونية. يونيفرسال يقول لك لا أحد ولا عصر ولا جيل تنقصه هذه الخاصية. مثلا خاصية مثلا نقول احنا الكرامة، إنسان دب على كرامته في كل الظروف ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالكرامة متصلة بكلام الله العزيز، لقد كرمنا بني آدم. الكرامة لها صفة الكونية، ولهذا اليونيفرسيتي يعني تخلي الأطراف كلها لها قاسم مشترك في هذا الميدان هذاك، كما قلنا توا الكرامة ولا العدالة ولا الحرية، فهي مطالب كونية. إلا اللهم إذا كرمنا الطغاة متجبرين ولا السحرة يسحر الناس ويسحر أبصارهم ويعطلوا أفكارهم، فيخليهم لا يطلبون حرية ولا يسعون إلى كرامة ولا يبعدون عن حقوق وعن مقدسات. يعني ليست لهم خطوط أنا محددة لخصائص حياتهم، لا يهمهم كرمهم حد أو ذلهم، لا يهمهم سلبهم حد حقوقهم أو زادهم في حقوق غير حقوقهم، حيث هذه الكونية من يجب أن نتواصل لأن الأمر يولي ضياع. نقل خصوصي هو كل من أمر ما لا يهم شخص أو يهم جماعة أو يهم دولة أو مجموعة من الدول أو يهم حقبة من الزمن أو يهم أيديولوجيا ما، ما لا ولا يهم غيرها. يعني كل من سواه لا يتصل بتلك الصفة. هنا نقول فما خصوصية كما تقول أنت في الأدب الفرنسي، فما خصوصية في الحروب عند اليهود، أنا عندهم خصوصية لا رحم ولا شفقة، وعندهم هما دائما يلوجوا كبش الفداء باش يلصقوا التهم وغيرهم ويزيدوا يخفوا عن أنفسهم شرب الذبوة، ولكن هي صنعة فاسدة وما حتى مأرب وما فيها حتى فائدة ترجع إلى هي تورطوا مع الله. ورينا كم مرة خصوصيتهم هذه في يوم يقضوا حرب بلا حساب ضد من كل من خالفهم وعداهم، هذه خصوصية، خصوصية الغدر، خصوصية عدم احترام المواثيق، خصوصية عدم تأمين الغير، خصوصية أن لا يلتزموا بالآداب مع الله سبحانه وتعالى، هذه خصوصية لهم. سوسون دي كاركترستيك بارتيكولير تسمى بيرسونيل إذا كان بالنسبة للشخص، وسنجولير إذا كان بالنسبة لكونها ليس متعارف عليها عند الغير، سي سنجولير يقول لك هذا أمور منفرد. فهذا هو ملخص الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ورحمة